يستذكر الأردنيون اليوم الذكرى 47 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل. وقد استشهد التل في القاهرة بأيد غادرة بعد أن وصل مصر للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع العربي. وكان الشهيد وصفي التل من أهم رجالات الوطن، وقد أفنى حياته في سبيل تقدمه وازدهاره ورفعته. وكان رحمه الله مدافعا عن قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. منذ أن صدح اسمه وارتسم غصن الندي لم يجف ولم يذبل، جاد بكل طيب ليقف شامخا في كل مرحلة من مراحل حياته وعمله. استشرف البعيد واعتبره القريب، طرح السماء بعنفوانه وأحلامه وإنجازه، سائرا على طريق العزة لما فيه صالح أرض وشعب. كان رجلا لكل الأوقات، لم يعرف الالتفاف بمواقفه، كان رقما صعبا لا يعرف لغة التلون والوقوف أو القبول بأنصاف الحلول. قلة هم الرجال الذين يحفظ التاريخ أسماءهم ليكون وصف التل واحدا منهم. فمن هنا من بيت عرار والد الشهيد وصف التل وما شكله هذا المكان من ذاكرة ومرحلة في حياة الشهيد، نبدأ قصة أردني نظر نفسه وحياته لخدمة وطنه وأبناء أمته. قبل أن يرسم وصف التل في عمق الوطن ويعلق على جدار الزمان كرمز، كان له سيرة ومسيرة عنوانها الطفولة وبدايتها رحلة الكفاح. وعيت أن وصفي كان يدرس بإربد، هو تولد العراق طبعا، أمه عراقية، أمه من بيت بابان، وإجا على الأردن منيح يعني حوالي 7 سنين هيك إشي. فبالوقت هذا درس الابتدائي بإربد، ضل بإربد درس الابتدائي حتى بس خلص الإعدادي، كمل دراسته بالسلط. بالسلط كان ما فيه ثانوي بإربد، فلما درس الثانوي بالسلط كان محب لوطنه بشكل، وكان من النوع اللي يحب يغرس محبة الوطن، وكان قيادي وكان سياسي. كلياته هذا أخده لأنه الخلفية السياسية والقومية والوطنية كانت يعني موجودة في البيت عندنا. حاضرة كبيرة نهل منها الشهيد وصف التل المولود في العام 1920 بمراحل مختلفة من حياته، فديوان العشيرة كان ركنا أساس في صقل شخصيته الفذة الموسومة بالأصالة وبوح الشهداء من أبناء أسرته. حسب ما سمعنا من أعمامنا الكبار بأن قدوم المرحوم وصف التل لهذا الديوان بين حين وآخر كان يلتقي بالشباب، يزرع فيهم حب الوطنية، حب البلد، الإخلاص للوطن، الإخلاص للقيادة، الولاء والانتماء. وصف التل بما تركه من بصمات تفوح بالعطر كما يصفها من خبره، رسم بيده شواهد لا تعرف الغموض مكتوبة ضمن سطور بأحرف من نور، ليكون بيته اليوم القبلة والمتحف لكل الزائرين. تعلمنا من وصف والدي أول إشي الانتماء والوطن والحنان للتربة، حناننا للتربة، إنه ما نترك بلدنا وطننا أهم إشي، بلدنا أهم إشي. كل هذا أخذناه، ونظافة الإيد، عدم التسلق أو القفز، أخذ الحق هذا، والابتزاز، كنا إنه كنا في وضع ممتاز، يعني وضع إنه أبونا كان معروف، أخونا معروف، علمنا شهاداتنا، أبداً مشينا زينا زي الناس أقل حتى. ربي فعلاً إنه من البداية كانت شخصيته قوية وصفي، كان يحب بلده بشكل، يحب تراب بلده، يحب الشغل، يحب شو بدي أقول لك، يعني كان يشتغل شغلته بإيده، مثلاً الحراته لدرجة كان يحرث أرضه بإيده ويزرع، يقعد مع العمال يأكل. كنا في مجلس الوزراء وقام أحد الوزراء وقال له يا دولة الرئيس، يعني راتب 120 دينار للوزير غير كافية بالنظر للمسؤوليات الاجتماعية التي ترتب على هذا المنصب. فكان جواب وصف التل
إنني أقدر ما تقوله أيها الزميل، ولكن لا يمكن لوزارتنا أن تأخذ قراراً بزيادة فلس واحد على راتب الوزير إلا في اليوم اللي بنشرح فيه الوزارة، وعندها تستفيد منه الوزارات التي تأتي بعدنا. يعني كان دقيق إلى أقصى الحدود وحساس إلى كل ما يمس المال العام. وصفي يحبون الشمال والجنوب ويحبون الشرق والغرب في المملكة، الأربع اتجاهات تشيد بوصفي. الآن نحن جيل نشهد إعادة إنصاف وصف التل. ثلاث حكومات شكلها التل، ولم يفقد منذ تشكيله للحكومة الأولى في العام 1962 وصولا للعام 1970 شعبيته المعهودة، طريق شقها ضمن إمكانيات أصبحت سمته الأولى. وصفي تمكن أنه من معاصرته للناس كان يعرف أهل البلد كلها، الفلاحين والمدنيين والبدو، كان دائما على اتصال معهم. وصفي كان يحب يحرق نفسه ويحرق عيلته مقابل الناس اللي أبعد شوي، لأن وصفي صورة الأردني المشرقة اللي ما فيهاش خصوصية ذاتية، فيها خصوصية الوطن. نقطة تحول كانت هي الأخطر في حياة الشخصية السياسية الأبرز في تلك المرحلة المفصلية، نقطة لم تسمح لصاحبها بالجلوس كثيرا، اشتعلت فيها حرب الكلام وانطلقت بعدها معارك الفعل، مرحلة طاحنة، والهم لدى صانعها إنقاذ وطن، وإن حملت في طياتها عناوين الغضب. بس في عمره ما كان غضبان ولا زعلان إلا وقت قبل حوادث أيلول، وفي حوادث أيلول لما كانت الجثث ترتمي. والحقيقة الأولى هي أن أحداث الأردن الدامية خلال الأسبوع الماضي لم تكن عفوية ولا طبيعية، وإنما هي مؤامرة مخططة وفتنة مدبرة أعدت في الظلام. والحقيقة الثانية هي أن تلك المؤامرة كانت تستهدف البلد بمجموعه. حلت فوضى شاملة كاملة، أصبحت تهدد الاستقرار وصارت فوضى. تعرف أي زي الميليشيات اللي الآن عمالك تشوفها بالبلاد العربية، عندنا كان نفس الشيء. هذه الأحداث كانت تحتاج إلى شخص لديه قرار، وكان وصفي صاحب قرار. أخرج المنظمات من العاصمة أولاً ونقلها لدبين، منطقة الأحراج في عجلون، ثم أخرجهم من منطقة الأحراج في عجلون. ليس من بيت أو عائلة أو عشيرة أردنية إلا وجد بها من قاتل أو قتل أو جرح أو ضحى من أجل فلسطين. قضية الفلسطينية كانت هي هاجسه الأول والأخير، يعني كل حياته كانت مكرسة لخدمة القضية الفلسطينية بداية ونهاية. وصف التل أولا جاء من رحم الثورة الفلسطينية والثورة العربية المباركة. هو وطني مفكر يرى نموذج له في الأردن، ويرى أن الأردن أرض رباط، وهو أصلاً يمكن أن نسم شخصيته بالجندية. تمسك وحب وصف التل وهمه المستمر بما يتصل بفلسطين جعله أكثر قلقاً تجاه ما يجري من قبل المنظمات، منظمات رأى فيها وصفي شكلاً آخر وسعياً لا يخدم القضية. القاهرة كانت هي آخر محطة في حياة وصف التل، اغتيال حط بكل ما فيه من قسوة وعلى أيدي أعضاء من منظمة أيلول الأسود، ليترجل هنا وصفي تاركاً إرثاً وطنياً وسياسياً من العيار الثقيل. سنة 1971 من القرن الماضي كان يوماً حزيناً مأساوياً، عندما أقدم مارق مجرم على إطلاق النار على المرحوم وصف التل أمام فندق الشيراتون.
حالة هستيريا وصدمة، لأنه النبأ مش بالسهل. أنا بستذكر وصفي دائما، بس أكثر وقت في اليوم هذا يوم الاستشهاد كان مؤلم جدا. كيف وقع واحد ويقولوا لك ابن أخوك انقتل؟ كيف بده يكون الوقع علينا؟ قد فاه وصفي بما قد فاه من حكم، الأرض ليلى وفي الأردن مفتون. الدفاع وحماية الراية كانت بالنسبة لشهيد الوطن وصف التل غاية، غاية تنقش على جبين وطن يحتضن ترابه ابنا بارا. تقلد رئاسة حكومة مرات عدة، وبقي محكوما بحب طهر تراب الأردن. في هذا المكان يرقد شهيد الوطن والأمة وصف التل، وصف الشاهد والشهيد، الشاهد على محطات مفصلية من تاريخ الدولة الأردنية، والشهيد لأجل القضايا المحلية والعربية. ومن ذات الضريح نقول لك يا وصفي أن أرقد بسلام، ليكمل من بعدك أبناء الأردن مسيرة الإنجاز والبناء والعطاء. عبيد ضمور، المملكة، محافظة البلقاء.